واخيرا تمت اقاله فينشانزو مونتالا مدرب اي سي ميلان بعدما قام باخفاق كبير مع هذا النادي. الم يتاخر النادي لاقالته؟ دي تاخر كثيرا وكان عليه اخذ هذا القرار منذ اللحظه الاولى على تخلي او على اقاله كارلو انشيلوتي من بايرن ميونخ. كان عليه ان يتخذ المبادره بسرعه والتعاقد مع انشيلوتي والقيام بنفس ما قام به بايرن ميونخ في وقتها, وهو الاعتماد على مدرب سبق له ان درب بايرن ويدرك تماما البيت البافاري, يدرك كل خبايا وخفايا البيت البافاري. كان على إدارة ميلان التوجه نحو أنشيلوتي, وكان هناك نصائح كثيرة منذ فترة طويلة من برلسكوني ومن الإدارة السابقة لميلان والتي باعت فريق للشركات الصينية بأن عليهم تبديل المدرب لأن الأمور ليست على ما يرام في ميلان. أخفق بالفعل, دفع أموالا طائلة ولم يعرف كيف يوظف اللاعبين على أرض الملعب.